جيد. يعني اذا اجى قانون الخلو بيحكي انه الخلو في السلفيت او في كفر قدوم زي الخلو في وسط نابلس على سبيل المثال، بطبق القانون. اذا ما كان في ماده قانونيه مثل تلك الماده في قانون التجاره، لا باجي بشوف انه كيف التجار بيتعاملوا مع الخلوش ومتعرف عليه في منطقة نابلس، لأنه العرف الذي يتولد في نابلس قد يختلف عن العرف الذي يتولد في مدينة الخليل، لأنه العرف قد مش شرط أن يكون الأعراف مش شرط تكون في جميع الدولة، قد يكون في منطقة معينة، لكن هذه المنطقة المعينة متعارف إيش متعارف عليها، يعني أصبح متعارف عليه ويتم إيش تطبيقه. فاللي بيعطي إلزامية القاعدة العرفية هو تواتر الناس عبر زمن بعيد، تواتر استمرارية الناس عبر زمن بعيد. يعني إذا مدة بقدرش أجي أحكي قاعدة عرفية خلقت في سنة أو خلقت في شهر شهرين، لا، هذه متواترة بزمن بعيد وفي شعور عند الكافة بإلزاميتها. يعني مثلا هل المقصود من القانون العدل ولا العقوبة؟ ماذا نقول المحقق؟ العدل ولا العقوبة؟ بحق العدل تطبيق العدل، فالعرف لا يستطيع المحقق، لأنه الخلوف في نابلس يختلف عن الخلوف في الخليل. على فكرة هذا سؤال كثير، يعني على فكرة بالكثرة في رسائل الدكتوراه اللي أنت حكيته، هل القانون يحقق العدل؟ لا، ما أنا رأيي الشخصي ما بحقق العدل القانون، القانون يحقق الزجر. الزجر الإلزامية مش ذات عقوبة، إلزامية أنك تلتزم بالقاعدة القانونية، لأنه القاعدة القانونية قد تكون قد مش شرط تكون، ذكرش في القانون فقط من ناحية جزائية، فكر بالقانون من ناحية معاملات مدنية على سبيل المثال، فيحقق الإلزامية، إلزامية القاعدة القانونية. ومن هون أجا من هون بيجي سلطة الدولة في فرض القانون، إنه الدولة ليش بتضع القانون حتى إنه تنفذ مثل هذا القانون عن طريق ما لديها من وسائل زجرية. لكن فرق ما بين هون بيجي للدول الديمقراطية ودول الديمقراطية كيف إنها تطبق عملية الزجر وعملية إلزامية القانون. جيد؟ إذا كان هو تنظيم العلاقات وليس إيش؟ يعني افترض في القانون أن ينظر أن يصل إلى العدل، هل هو هل غير القانون العدالة؟ هذه مسألة إيش؟ مسألة نسبية، لأن العدالة قد تختلف يعني من منظور فئة إلى فئة أخرى أو من شخص إلى شخص آخر. أو على سبيل المثال العدالة حسب النظرية الليبرالية في الاقتصاد تختلف عن العدالة حسب النظرية الاشتراكية، كل واحد كيف نظرته لعملية العدالة. هل القانون ينظم العدالة؟ بقدرش جاوبك فعلا، أنا بقدرش جاوبك، لكن يفترض في ذلك، يفترض في ذلك، يفترض في ذلك الهدف القانون هو عملية تنظيم المجتمع عبر وضع قواعد قانونية ملزمة يعاقب من يقوم بإخلال تلك القواعد القانونية. مش بالضرورة كنت توافق مع المنطق أصلاً. مش بالضرورة. يعني ما كنت منظم علاقة فقط. يمكن أطراف العلاقة كنت إخلال بين أطراف العلاقة. بالضبط. يعني قد في بعض الأحيان قد يكون في نظرك عادل في نظر غيرك غير. غير عادل. أنا بسمع من النقاش أو اللغة بسمع. يعني مثلاً قانون حزام السير. هل وضع عشان أخالف اللي مش حاطط حزام ولا وضع عشان أحمي الناس ومزيل حادث؟ هو الهدف الغاية. حلو السؤال. الغاية منه حماية الإنسان من إنه من الحوادث السير إذا كان في حادث سير. لكن أنا كدولة يوم عندما أضع القانون أطالبك أن تلتزم بهذا القانون، وبالتالي إذا لم تضع الحزام أنا سوف أوقع عليك العقاب، أوقع عليك العقاب لأنك لم تضع الحزام. هو في نظري هذا هو عمل الدولة، هذا الدولة هو بدأ تنفذ القانون. إذا هذا الفرق ما بين
بس في هذه الحالة طبعا في هذه الحالة أهم شيء في القاعدة القانونية قد يكون مناسب يعني كمثال أهم شيء في القاعدة القانونية أن تكون ملزمة وأيضا أن يكون في هناك جهة تعاقب في حالة في حالة طبعا إذا ملتزم تكون طريقة للقانون تطبيق القانون دائما مش بالترغيب والترهيب وضع الحزام وضع القانون بس أنا كمش مش وضع الحزام ووجوب عليك هي بعد المفاهيم بس خبر واجب عليك على فكرة نعرف القاعدة القانونية حتى تكون واضحة القاعدة القانونية لا تصبح قاعدة قانونية إلا إذا كانت هناك إلزامية وإذا في حالة مخالفتها هناك عقوبة عليها سواء عقوبة مدنية أو عقوبة جزائية غير هيك لا تصبح القاعدة قانونية لا تصبح قاعدة قانونية يعني تصبح قاعدة إيش أخلاقية يعني على سبيل المثال إذا جيت أنا وحكيت إنه ممنوع تدخين في الأماكن العامة جيد وضعت قانون في هذا الإطار لكن ما وضعتش عقوبة ما حكيت أنا على سبيل المثال الذي يدخن يدفع غرامة كذا كذا أو في حال تكرار قد حوله إلى الادعاء العام وبالتالي سجن جيد إذا أنا موضعت الشهادة بصبح القانون بدون إيدين جيد وبالتالي بتفرغ القاعدة القانونية من محتواها إذا أنا بدعت القاعدة القانونية قوتها يجب أن أنا أعطيها إلزاميتها وبالتالي أضع الزجر أيضا في حالة مخالفتها وهذا هو هدف القانون نعم أعرف فهم عليك بس ليش أنت بتحكي أنا فهم أنا شو بتحكي ليش دائما نحن عندنا هذه العقلية أنه يجب أن يكون في هناك عقاب ليش هذا اللي أعماله بيحصل على سبيل المثال في الجوفينال لو تطورات العلاقة بقضاء الأحداث أو بتطورات الحديثة في الأحداث حاليا بالنسبة للأحداث على سبيل المثال بيحكوا ليش العقوبة ليش ما يكون في عندنا وسيلة تانية أنه نتعامل فيها مع الحدث وسيلة العدالة التصالحية بسموها بمعنى آخر هي قريبة حتى من ثقافتنا إحنا أنه يكون في هناك عائلات تجتمع وبالتالي تحل الإشكالية بالضبط وتحل الإشكالية ففي تطور بهذا الاتجاه اللي انت عمالك بتحكيه لكن حتى في ظل عدالة التصالحية بالنسبة للأحداث يجب أن يكون في هناك أيضا عقوبة زاجرة عقوبة زاجرة بس احنا هو اصلا قانون يعني مثلا قانون حزام الامان بدل ثاني يتطور يعني بيجي مثلا او شيء يعني بيقول لك انت يعني ما بيعقبوا يعني مثلا مخالفة هون عندنا حزام الامان 50 شيكل طب بدل ثاني لا بعطوا نقاط بيوصل لنقاط معينه 10 نقاط بعدين العقوبه بتتم يعني في ناس طوروا انه يعني زي انه انذار انه انت يعني عشان يحسوا ان انت اصلا زي لا يعني مش بس في بس في النهايه يجب ان يكون في عقوبه في النهاية يجب أن يكون هناك عقوبة. مزبوط. يعني على أساس إنه يعني أنت مش والله أنا لما أحكي السيجارة بدأ أحكي الحزام عشان ليش أنا أدفع فلوس. لا بس لازم الإنسان نفسه يفكر بإنه هو لمصلحته. مصلحته عشان يظهر مع حاجة مصلحته يعني. يعني أنا مثلاً هذا يعني. خلي خلي النقاش يكون يعني معي اوكي طب القانون مثلا القصة يعني انا ما شفت رسكتني قبل اسبوعين مخالفه ثلاث مخالفات معيش رخصتي ومش حاطه حزام الامان وبحكي تليفون طيب بالنسبه للعقوبه
هو الردع، هو الردع، هو الردع. هذا هو هدف القانون على فكرة، إنه أنا أكون ردع. على فكرة، على فكرة أوروبا ليش ماشية، أو الغرب أو الأمريكا ليش ماشية بشكل يعني ستريت، أو بشكل، لأنه في هناك قانون جامد، قانون جامد. إسرائيل نفس الشيء، إسرائيل قانون حكيم غير قانون. لو سمعتوا. نعم بس نسبة الجريمة عالية، مضبوط مش مشاد مش مش هذا الهدف. الهدف إنه إحنا طبيعة الإنسانية هي واحدة، سواء إحنا بشر هون موجودين ولا موجودين في أي دولة من دول العالم، طبيعة البشرية هي واحدة. جيد، من هون أجى القانون، لأنه نزعة الفرد بتميل، يعني في أنانية عند الشخص. لكن إذا جينا بدنا نجتمع ونعيش مع بعض، بدنا نتنازل شوية عن أنانيتي لصالح الجماعة. وإذا بتنازل أنانيتي بصالح الجماعة، إذا واحد طلع من الجماعة عن الخط، أنا بدي أحكي له لا، بدك ترجع للخط، وإلا وقعت عليك الحقوق. من هون أجل القانون، يعني على زمن حمورابي، وحتى قبل حمورابي، حتى إنه أنظم هذا المجتمع، تنظيم المجتمع عبر قانون، أفرض قانون وأنفذه. الفرق بينه وبينهم إنه هم بنفذ القانون بصرامة، بتنفذ القانون بصرامة. بمعنى آخر، إحنا إذا بنسوق في رام الله على سبيل المثال، بنقطع الإشارة وهي حمراء، لكن إذا سقنا خارج رام الله على طريق الخارجية، نحترم القانون. ليش؟ لأنه بنعرف إنه هناك زجر، هناك زجر، وهذا إشي إيجابي على فكرة، مش إشي سلبي، مش إشي سلبي. يعني على سبيل المثال في أوروبا، على سبيل المثال هالنظافة هالكل شيء وكل شيء، بس في 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 صرامة، في صرامة بالإضافة للثقافة العامة. أنا ما بحكي والتعليم، في أكيد في تعليم وفي ثقافة عامة، بس أحكي لكم إشي. بعد حفلاتهم على سبيل المثال بالتم، وكنا نروح هناك كطلاب نروح على حفلاتهم، يعني بعد التم بتلاقي بعد ما يطلعوا من الحفلة إشي مش معقول، شو تركين وراهم على الأرض. طبعا اكيد لانه في عندهم امكانيات، بتلاقي بعد ساعه كل شيء نظيف، فيها سيارات المجهزه بعرفش ايش. لكن هذا هو البشر. لو مش في حفله، اذا واحد رمى شيء من السياره، في عقوبه بتيجي بتوقع عليه العقوبه. بتطلع ثقافه مجتمعيه. لا ثقافه مجتمعيه مزبوط، اكيد التعليم والثقافه الاجتماعيه، التعليم والثقافه بتلعب دور، لكن برضو القانون بيلعب دور. هذا هو هدف القانون، يعني القانون بيجي على اساس انه يضع عمليه ايش الزجر. الآية اللي بحكيه هون، هل هو القانون عادل؟ هذا العادل مسألة نسبية، مسألة نسبية. ماشي، ما بقدرش إنه أحكي إنه القانون عادل. هذا على فكرة بنعمل عليها دراسات كبيرة في إطار فلسفة القانون، لأن مادة كاملة اسمها فلسفة القانون، وبالإضافة إلى السوسيولوجي أوف لو، علم اجتماع القانوني على سبيل المثال. جيد، دراسات كبيرة، لكن العدالة نسبية. العدالة إيش؟ نسبية. أهم شيء تعرفوا، أهم شيء تعرفوا، بنرجع لتعريف القاعدة القانونية. أنا بديت فيها لأنه كثير مهمة تعريف القاعدة القانونية، حتى ميزها عن القاعدة الأخرى، القاعدة العادية، إنه هي قاعدة اجتماعية، هي قاعدة اجتماعية أو قاعدة دينية أو قاعدة أو قاعدة أخلاقية وما إلى ذلك. لكن يوم نظمتها، نظمتها السلطات العامة، أعطتها إلزامية ووضعت عقوبة لفرض تلك إلزاميتها، بمعنى آخر عقاب في حالة ما إذا كانت، وهذا هو هدف الدولة، هذا هو هدف الدولة. وعن طريقها بتستطيع الدولة أن تضبط جميع الأمور داخلها. يعني أنا أعتقد أن هدف الدولة هو التبادل في الأخير. أنا ما أعتقد هدف لذلك في أوروبا أو في أمريكا، لما بحط القانون بحطه علشان يثبت حق للإنسان، ما عشان يزجر الإنسان ولا عشان يرجع. هلا إحنا هون أو مفهومنا والكالتشر تبعنا، الثقافة تبعنا، بنقول إنه بدنا نحط القانون عشان نمنع أو عشان نزجر أو عشان نعاقب. بينما هو بيحط القانون عشان يثبت حق للإنسان، هو يحافظ على حقه. الآن التوافق معه هناك راح يكون بسيادة عامة أو بماجوريتي، والتوافق مع القانون عندنا راح يكون بمايوريتي. لا بختلفش معك، بختلفش معك، بس تعريف القاعدة القانونية عندنا وعندهم واحد. يعني روحها وفلسفتها. تطبيقها وفلسفتها وروحها قد تختلف. ما حكيت لك من دولة ديمقراطية لدولة غير ديمقراطية، من دولة تحترم سيادة القانون وتحترم أبنائها، ودولة لا تحترم أبنائها.
ماشي الحال. هذا مسألة ثانية. لكن روح لكن القاعدة القانونية تعريفها عندنا وتعريفها عندهم واحد أصلاً. إحنا جايبينها من عندهم. بمعنى آخر مونتسكيو هو اللي وضع هذه القاعدة. يعني مونتسكيو هو الفلاسفة فلاسفة العاشر في القرن السابع عشر والسادس عشر والثامن عشر هم اللي جابونا في تلك القاعدة القانونية ومعناها إلزامية عن طريق نابليون. نابليون عندما وضع دخلنا في العلاقة العلاقة لأن القواعد مكتوبة جيد. من أجت القواعد المكتوبة؟ القواعد المكتوبة أجت من نابليون عندما وضع أول مدونة مكتوبة ماشي الحال. هذه المدونة سماها مدونة نابليون وهي القانون المدني لسنة 1803 مش معنى ذلك أنه هذا أول قانون مكتوب يوضع. بالعكس العثمانيين على فكرة يعني سليمان القانوني سمي بسليمان القانوني ليش؟ لأنه أول شيء كان مشهور بوضعه للقوانين المكتوبة بالإضافة لأنه كان يحترم القانون فسموه سليمان القانوني. جيد؟ ليس فقط هو بيحترم القانون ووضع إطار قانوني مكتوب. بس شو الفرق ما بين القوانين التي وضعها سليمان القانوني والقوانين التي وضعها نابليون؟ القوانين التي وضعها سليمان القانوني لم تكن ملزمة. يعني ما أجا حكى للقضاء وألزمهم أنه أول شيء بيطبقوا القانون بعد ذلك بيطبقوا مصادر أخرى في حال غياب نص. أجا نابليون حكى لا، أجا نابليون وضع القانون ووضع إلزامية القاعدة القانونية. بمعنى آخر مدونة نابليون قانون مدني والقوانين الأخرى التي صدرت قانون جزائي وما إلى ذلك أجا وضع القانون ووضع إلزامية. على القاضي أن يطبق القاعدة القانونية، على القاضي أن يطبق القاعدة القانونية أولا في ظل غياب النص يرجع إلى مصادر أخرى للقاعدة القانونية وعلى رأسها وأهمها هو العرف. والعرف وأيضا في عند الكتاب الفقهاء كتاباتهم بالإضافة إلى قرارات المحاكم وما إلى ذلك. طب ليش عمل نابليون عمل هيك؟ نابليون عمل هيك لأنه فرنسا كانت عبارة عن ولايات. جيد؟ من أوروبا كانت عبارة، يعني ألمانيا كانت عبارة عن كم من ولاية؟ كل واحد يعبر عن دويلة ولا إيطاليا. جيد؟ وكانت تطبق قانون بيختلف عن القانون اللي بيطبقه. فأجى بدي يوحد القانون الذي ينطبق على كامل فرنسا. لذلك وضع هذه المدونة حكى للقاضي لا تستطيع أن تخرج عنها، لا تستطيع أن تخرج عنها. جيد؟ وبالتالي أصبح القاضي لا يحكم حسب قناعاته الشخصية وحسب أيضا المنطق وحسب العدالة التي تحكي عنها. ممكن القاضي يكون عنده وجهة نظر بالنسبة للعدالة تختلف عن الإطار القانوني أو المادة القانونية وأصبح يلتزم بالقاعدة القانونية. من هنا أجت الإلزامية. أجت الإلزامية بمعنى آخر أصبحت الدولة هي التي تضع القوانين. جيد؟ تضع القوانين وتفرض إلزاميتها وتفرض عقوبة على مخالفتها. هذا هو الإطار القانوني. وهذا على فكرة المبدأ. حتى يعني أوكي نابليون أجا في الإلزامية سنة 1803 لكن الإلزامية والعقوبة وعملية الزجر مرتبطة بالإلزامية بوضع القانون. هذه على فكرة كانت موجودة منذ خلق البشر. ليش أنا أحكي لكم عن هذا عن إحنا بشر عندنا نزعة شخصية ونزعة أنانية، لكن حتى أن نستطيع أن نعيش في جماعة جينا مع بعض. وإذا عشنا بجماعة نتنازل شوية عن بعض حقوقنا لصالح الجماعة. يوم نتنازل إحنا عن حقوقنا لصالح الجماعة بنكون نظام. هذا النظام نضعه في قالب قانوني وبنفرض على أنفسنا أنه إذا إحنا بدنا نخالفه يجب أنه نعاقب عليه كأفراد طبعا، وقد تكون كأفراد خلينا نحكي. جيد؟ هذا هو من هون أجا عندنا القواعد القانونية المكتوبة. هو التقنين، بدأ التقنين بمفهوم الحديث مع نابليون مدونة نابليون عام 1803. القواعد غير المكتوبة زي ما حكينا العرف. عندنا معظم القواعد غير المكتوبة أيضا قانون الإداري. فيش عندنا قانون إداري. يعني بمعنى آخر قانون مدني
قانون مدني، في عندنا قانون مدني مجلس احكام عدليه نصوص ألف قديش عدد المواد 1600 1900 بس بعد ما الغوا شويه صار 1600 ماده تجد في مواد للقانون. القانون الاداري، قانون اداري ما تيجي ما في قانون ولا في العالم كله بيجي بتحمل نص نص وبتحكي هذا قانون اداري. التقسيم القواعد القانونية جيد. في عندي احنا يوم نقسم القواعد القانونية في عندي قانون عام وقانون خاص، قانون عام وقانون خاص. على فكرة مش أول مرة يعني إنه يوم أدرس أكثر تدريس كان ممتع لي يوم درست في المرة طلاب يعني غير قانونيين يعني فتقعد تشرح لهم عن القانون فممتع يعني هذه المسائل جدا ممتعة يعني النقاش اللي تم النقاش جدا جدا صحي وفي وجهة نظر يعني بمعنى آخر خاصة بيجوا أنت IT أنت قانون لكن خاصة بيجوا درسين علم اجتماع وتيجي تحكي لهم عن القاعدة القانونية الإلزامية هم مخدين القاعدة الاجتماعية هات خذ نقاشات كومبليت. عندي القاعدة عندي تقسيم القاعدة القانونية عندي قانون عام قانون خاص نسمع فيه عبد الله حتى عندي ثقافة عامة. أساس التقسيم بين القانون العام والقانون الخاص هو وجود الدولة. هل الدولة طرف في العلاقة أو غير موجودة في العلاقة؟ جيد. إذا كانت الدولة طرف في العلاقة هو قانون عام. أعطيكم مثال على القانون العام. القانون السوري دائما الدولة طرف في العلاقة. القانون الإداري أتبجب عرف القانون الإداري برضو الدولة طرف في العلاقة. جيد. قانون نعم العقوبات لأنه الدولة طرف في العلاقة. قانون الدولي الدولة طرف في العلاقة قانون الدولي العام والقانون الدولي العام فوق مش الخاص. جيد. الدولة طرف في العلاقة بس بعض الأحيان على فكرة تفرق بين تلك القواعد يعد صعب يعني خاصة بالنسبة للقانون المالي. القانون المالي صعب انك بعض الاحيان تيجي هو احنا بنضعه عادة مع القانون الاداري مع القانون العام يعني لكن القانون المالي صعب انه اجي احدده هون ولا هون لانه قد يكون قانون خاص وقد يكون قانون عام. التعليق على القانون الاداري والمالي مثلا احنا وكالة وفاء بدنا نعمل قانون لوكالة وفاء هلا بدنا نقدم انه للرئاسة انه يوافقوا لنا او شو بنقدم قانون اداري وبرفقوا اذا توافق على الاداري المالي عشان يتنفس يعني الإداري إنه كعلاقات إدارية لنا في المؤسسة كي بتلحقها قانون المالي خاص فينا نتبع قانون الخدمة المدنية. قصدك أنت النظام المالي للمؤسسة. نظام التعليقات اللي استخدمتها الأخت قانونية يعني الوفاء بتعمل قانون بمعدول الرئيس أنا هذه إجراءات قانونية. عليك رح نيجي نحكي عنه. هلأتي راح نيجي نحكي عنه. هذا سؤالك خلي لي كمان شوي لأنه هذا مهم هذا مهم وجاي عليه يعني جاي عليه رسلت أوكي تفضل لا هو مزبوط يعني بدك تيجي أنت بدك تأسسي لمؤسسة صح؟ المؤسسة بيكون في عندها نظام إداري بيكون عندها نظام مالي بس مش قانون نظام إداري ونظام مالي لكن النظام المالي يجب أن يتوافق مع القانون المالي للسلطة الفلسطينية. إحنا ما عندناش قانون عن نظام مالي لمجلس الوزراء ماشي الحال فيجب أن يكون متوافق معه ضمن إطار قانون. لما نيجي مثلا يكون قانون وفا جديد مثلا هيك مش عندنا مؤسسة بس نقول قانون وفا يعني إذا هم النظام الإداري والنظام ضمن القانون الإداري ولا ما بعرف لا مزبوط كلامك بس شو احنا بنعمل ما بنقدر نضع كل التفاصيل رح اجي احكي عنه ما بنقدر كل نعمل نضع كل التفاصيل في داخل قانون واحد نيجي نحكي قانون مؤسسة وفاء وكالة الأنباء الفلسطينية بنيجي نضع نص في داخل القانون انه يتم اعتماد يعني تعتمد المؤسسة نظام مالي وإداري ويقوم إقرار تلك الأنظمة المالية والإدارية حسب القانون الأساسي من عندنا من قبل مجلس الوزراء. رح أجي أحكي عنه. هو مرتبط بسؤاله هون. كمان مرتبط بهذا السؤال.
شفتي ما نقدر كل شيء نضعه في داخل القانون، لكن من القانون نفسه بعطي حق للمؤسسة بتحضير تلك النظام المالي والإداري بيكون منفصل وإقراره بيكون منفصل عن القانون. بشر عنه بعد شوية، بس أنت ذكريني بهذا المثال تبعك. كويس. هو خلينا انا بجي بدي اجي اشرح عنها، ذكريني فيها. انتم الحكم المحلي عندكم قانون الهيئات المحليه، قانون الهيئات المحليه سنه 1997. قانون الهيئات المحليه بعطيكم استقلال مالي واداري، بمعنى اخر احنا عندنا بنطبق اللامركزيه الاداريه. طبعا بس باجي بحكي عنه بمعنى اخر. انت على فكره الامثله اللي اعطيتيني اياها هي بتدخل في صلاحيات البلديه تحت اشراف وزاره الحكم المحلي. شفتي؟ لكن انه عندنا احنا اللامركزيه طبعا واحد ممكن يناقش انه قديش درجه اللامركزيه الموجوده، هذا موضوع ثاني مخرج عن اطارنا، لانه انا باعتقادي انه للاسف انا ما نتجه نحو المركزيه في بعض الاحيان في كثير من الاحيان، لكن على الاقل القانون نفسه بيعطيك استقلاليه ماليه واداريه وبمنح اللامركزيه. جيد. وبالتالي هذه الصلاحيات البلديه نفسها تحت اشراف وزاره الحكم المحلي البلديه، وزاره الحكم المحلي. بس راح اجي احكي عنه، على فكره مش موجود انا عندي هون، لكن بما انه شفت انه على الاقل عندي ثلاثه من البلديات بدي احكي عنه. بالضبط. تسمع اراء متضاربه، انه في ناس بتقول لك يحق للموظف انه يعترض، في ناس بتقول لا يحق للموظف. بعدين العقود الخاصه، قوانين العقود الخاصه كمان هذه كثير فيها اشياء مش واضحه، يعني كل وزاره تختلف عن الثانيه. بصير يقول لك انا بسن قانون مثلا، واحد بيستشير قانوني بوزاره اكس، انا بسن قانون مثلا ممنوع الجهاز العمومي تبعك. طب مضبوط هذا الحكي؟ زي ما هو بالضبط. طلع يا جماعه، دائما في الامور هذه في قوانين عامه بتنظم الامور يجب الرجوع اليها. بالضبط. يعني بمعنى اخر اذا انت بتشتغلي على عقد داخل تلك المؤسسه، في عندنا قانون العمل هو اللي بنظمها، وبالتالي لا يستطيع احد ان يخرج عن هذا القانون. اذا انت موظفه حكوميه في داخل تلك المؤسسه، في عندنا قانون الخدمه في خدمه مدنيه وينظم تلك المساله. فيش حدا بيجي بيقدر انه يعطي راي مخالف. لا 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 بتصير. انت عارفه احنا شعب نفتي كثير، بس بحكي لك بغض النظر عن الافتاءات التي تمنع، عندي قانون عام انا برجع عليه وهو الحكم في النهايه. برجع على النقطه تبعتك. اسف. طبعا اذا هيك تفضل. القانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة طرف فيها. القانون الخاص مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم البعض، أو إذا كانت الدولة طرف العلاقة لكن بصفتها شخص عادي وليس بصفتها صاحبة السيادة والسلطة. أعطيكم مثال عشان تفهموا. يعني على سبيل المثال، الدولة عندما تدخل الدولة في معاملة تجارية يطبق عليها القانون الخاص ولا يطبق عليها القانون العام؟ جيد. يعني عملية يكون عندها شركة تجارية، أو على سبيل المثال في عملية البيع والشراء، يطبق عليها القانون الخاص ولا يطبق عليها القانون العام؟
وعلة التفرقة هو المصلحة العامة للجماعة، ومصلحة العامة للجماعة هو عمليا الجبر والإكرام. جيد، نيجي نشوف أقسام القانون العام. أقسام القانون العام يعني شو بدخل تحت القانون العام؟ بدخل القانون الدولي العام، هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة ما بين الدول. القانون الدولي العام مجموعة القواعد القانونية تنظم العلاقة ما بين الدول نفسها، هذا هو القانون الدولي العام. وبدخل تحت إطاره إذا بتسمعوا في قوانين العلاقة ب انطباق او اتفاقيات او قانون الانسان الدولي، على سبيل المثال ماشي الحال، اللي بينظم وضع السكان تحت الحرب مثل اتفاقية جنيف الرابعة او اتفاقيات لاهاي اللي سنة 1907، كل هذا بيدخل ضمن اطار او المنظمات الدولية على سبيل المثال بيدخل تحت اطار القانون الدولي العام. ايضا يدخل ضمن اطار القانون الدولي العام قوانين التجارة الدولية، أيضا يدخل القانون التجارة الدولي أو قانون البحار، أيضا يدخل ضمن قانون البحار، أيضا يدخل ضمن القانون الدولي العام. القانون الدستوري مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم داخل الدولة. القانون الدستوري يعني الدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم طبيعة نظام الحكم في داخل الدولة، من ناحية السلطات الثلاث تنظيمها، من ناحية الحقوق والحريات العامة، من ناحية القواعد الأساسية التي تقوم عليها الدولة، كل ذلك ينظم من خلال إيش؟ من خلال القانون إيش؟ الدستوري. وإحنا عندنا في فلسطين أن القانون الأساسي الفلسطيني هو بمثابة الدستور للمرحلة الانتقالية الذي أقر سنة 2002 أدخل عليه تعديلات 2003-2005. في سؤال هون؟ لا أوكي. هذا هو القانون الأساسي الفلسطيني. مش عارف الشبكة مبين مليانة فيروس، لأنه على فكرة بدي أفصل الشبكة، لأنه أنا عندي، خلينا نفصلها. هو بمسك بس أنا خايف إنه يمسكش بعض، يعني غريب في جامعة برزيت إنه الشبكة مليانة فيروس. نعم. جيد. القانون الإداري هو مجموعة من قواعد القانون التي تنظم المرافق العامة داخل الدولة. جيد. وبدخل المرافق العامة وأيضا بنظم الحكم المحلي، يعني بنظم الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية. شو الإدارة المركزية؟ الإدارة المركزية الحكومة هي المرافق العامة، الوزارات على وجه التحديد أو المؤسسات العامة. والإدارات اللامركزية إحنا بنقصد فيها البلديات، جيد، اللي بيكون في عندها استقلال مالي وإداري ماشي الحال. اللامركزية الإدارية اللي بيسمح أن يكون البلديات عندنا لهم استقلال مالي وإداري ومنظمة عن طريق قانون بيسمح لانتخابهم، انتخاب رؤساء البلديات والمجالس البلدية بصورة مستقلة ولهم استقلال مالي وإداري. جيد. وفي عنا إشي اسمه عدم التركيز الإداري في إدارات الدولة، بمعنى آخر بيكون في صلاحيات للإدارات في المحافظات أو لهم صلاحيات أو مخولين صلاحيات بتم تخويلهم صلاحيات. جيد. ما يرجعوا في كل صغيرة وكبيرة إلى الحكومة المركزية. لكن تحت القانون الإداري في عندي عدة قوانين تنظمه، زي ما حكينا القانون الإداري فيش قانون إداري يعني زي نصوص، لكن في عندنا قانون على سبيل المثال بنظم الهيئات المحلية يعني مجالس البلدية، في عندنا قانون ينظم الخدمة المدنية هي العلاقة ما بين الدولة والموظف العمومي. جيد. عندنا قانون مالي، هذا القانون المالي زي ما حكينا ممكن نعتبره ضمن إطار القانون العام. في عندنا كمان من ضمن القانون العام قانون جدا قانون مهم جدا على المشتريات العامة، قانون العطاءات المشتريات العامة.
هذا بيدخل ايضا في القانون الاداري، بيكون منظم يعني بمعنى اخر المشتريات التي تقوم الحكومه بشرائها هذا منظم من قبل القانون. ويجب انه علينا سواء كقانونيين او حتى انتم تكونوا على اطلاع على هذا القانون، لانه بهمكم في عملكم في داخل المؤسسات، قانون المشتريات او قانون العطاءات العامه. ايضا يدخل في ضمن القانون الاداري. في شيء بدك تعرفه بالقانون الاداري على وجه التحديد بشكل عام؟ هذا هو القانون الاداري، هذا هو تقريبا ما ينظمه القانون الاداري، الخدمه المدنيه، العطاءات المركزيه، القانون المالي، الهيئات المحليه، كل هذا بينظمه القانون، يعني اي شيء له علاقه بمؤسسات الدوله والمرافق العامه في داخل الدوله، تلك المرافق التي تقدم خدمات للجمهور. ماشي الحال؟ فمعنى ذلك تقدم خدمات الى الجمهور، لانه هدف الدوله هو تنفيذ القانون وتقديم الخدمات العامه. جيد. عندي كمان زي ما حكينا القانون المالي ممكن واحد يعتبره ضمن القانون الاداري، ممكن يعتبره ضمن القانون الخاص. القانون المالي هو بنظم الموازنه تبع الدوله على سبيل المثال، وبضع النظام المالي اللي بتمشي عليه الدوله، وهذا شيء ايضا مهم. القانون الجنائي، القانون الجنائي ايضا الدوله طرف فيه، لانه من يحرك الدعوه العموميه؟ من يحركها؟ الدعاء العام، هو النيابة العامة، والنيابة العامة هي جزء من السلطة التنفيذية، هي التي تقوم بتحريك الدعوة العمومية. فمعنى ذلك القانون الجنائي أيضا ضمن القانون العام. وبالنسبة للقانون الجنائي احنا عندنا قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية لسنة 1960، رح نيجي نتطرق له. عندنا في غزة قانون العقوبات لسنة 1936 اللي هو القانون الانتدابي، جيد، مطبق في القطاع. وفي عندنا قانون موحد للمحاكمات الجزائية لسنة 2001 صدر عن السلطة الوطنية الفلسطينية. أوكي، طيب. القواعد المتعلقة بالبرايفسي والداتا بروتكشن، يعني بمعنى آخر بحماية أمن المعلومات وأيضا بحماية الخصوصية، يفترض أن تكون منظمة بشكل عام من خلال الدستور، من خلال الدستور. لكن في هناك قانون آخر يكون خاص فيما يتعلق بحماية أمن المعلومات والخصوصية. جيد. عرفت صعب الواحد يضعه ضمن الاثنين، يعني صعب الواحد يضعه ضمن القانون العام أو يضعه ضمن القانون الخاص. بالنسبة لأقسام القانون الخاص، هي العلاقة بتنظم العلاقة بين الأفراد. في عندنا القانون المدني، حكينا مجلة الأحكام العدلية هو المطبق عندنا. قانون تجاري في الضفة الغربية، على فكرة القانون التجاري الأردني مطبق عندنا لسنة 1966. أما في غزة فمطبق القانون العثماني لحد الآن لسنة 1850. أوكي، لسنة 1800 قانون تجاري. لكن أقسام قانون تجاري كبيرة، يعني بمعنى آخر تحت القانون التجاري في عندنا قانون الشركات. في الضفة الغربية في عندنا قانون الشركات الأردني لسنة 1964. في عندنا في قطاع غزة قانونين مطبقين بيرجعوا للعهد الانتدابي 29 و30. جيد. 1929-1930. تحت القانون التجاري أيضا بيجي عندنا قوانين الملكية الفكرية، حق المؤلف، بيجي عندنا كمان قوانين براءات الاختراع، كل هذا ضمن القانون التجاري. أيضا التحكيم، قانون التحكيم أيضا يقع ضمن القانون التجاري. عندنا قانون العمل، قانون العمل اللي خاص بالعمال أو اللي يطبق في المؤسسات الخاصة أو الشركات وما إلى ذلك، كل هذا تحت إطار قانون العمل. تيجي تقول لي شو القانون، يعني عشان أنا هون كمان مرة في عندنا ناس من البلديات، شو القانون مطبق على موظفي البلديات؟ في قوانين خاصة مطبقة على البلديات، يعني في عندهم نظام موظفين يختلف عن نظام الخدمة المدنية ويختلف عن القانون العمل، مع انه بتلاقي في البلديات بعمله بيطبقوا اكثر من قانون حسب طبيعه الموظف الموجود. هو قبل سنتين كان في عندنا قانون موحد
نظام موحد خاص للموظفين المهيئات المحلية. كلهم يعتمدوا آه بلدية تقرير بالضبط. في عليه مشاكل لحد الآن بالضبط. بالضبط. برجع على النقطة هذه، بتحكي عن النقطة هذه كمان شوية. أتفضل. عندنا شركات عامة. لو في عنا. ممكن القناعة. شوف حسب يعني ما بتقرر الدولة. حسب ما بتقرر الدولة، يعني الدولة إذا قررت تطبق عليه النظام المالي أو الخدمة المدنية بتطبق عليه، لكن غالباً يطبق عليه القانون العمل. شوف يعني على سبيل المثال غالباً في مصر على فكرة كانوا يطبقوا القانون الخدمة المدنية، يعني قانون الموظفين العموميين كانوا يطبقوا عليه، لكن بصور فيش قاعدة، يعني ما بستطيع أن الدولة تطبق عليه قانون العمل إذا أعطتهم استقلالية. صندوق الاستثمار الفلسطيني عندنا جيد، هو مؤسسة حكومية لكن إلى استقلال مالي وإداري، لكن شو القانون يطبق على صندوق الاستثمار الفلسطيني؟ هو شركة، صندوق الاستثمار ونظام شركة، جيد يطبق عليه قانون العمل. فهذا بيشرح كيف الدولة بدها تكيف العمل تلك الشركات العامة. معظم الشركات العامة التي تؤسس حديثا حتى ما تقع بالبيروقراطية اللي موجودة داخل الدولة بعطوها استقلال مالي وإداري، وأيضا يطبقوا عليها قوانين العمل. ليش؟ لأنه قانون العمل ميزته أنه مرن أكثر. يعني على سبيل المثال صعب عليك أنك تجيب على سبيل المثال واحد كفؤ جدا وتعينه في وظيفة معينة في داخل شركة في داخل صندوق الاستثمار الفلسطيني وتعطيه راتب وزير، ماشي الحال؟ في حين انه في صندوق الاستثمار ممكن انه راتب يفوق راتب وزير على سبيل المثال لانسان كفء انت بدك توظفه. هذه المرونه الموجوده. قانون العمل صار هيك بجانب القانون الدولي. لا مش شرط، مش شرط، مش شرط، مش شرط. انت ضروره صارت الدوله هيك. لا انت اعطيته استقلال مالي واداري، اعطيته استقلال اداري ومالي، ما مش طرف. اعطيت هذه الشركه استقلال مالي واداري. مزبوط، بس انت اعطيتها، يعني بمعنى اخر مجلس الوزراء مش راح يجي و يتدخل في عمل هذه الشركه اذا اعطيتها عمل اداري ومالي استقلاليه. بيجي بيتدخل اذا كان في شيء غلط في التقرير، بيجي بيراقب التقرير السنوي ماشي الحال وبشوف اذا في غلط ولا لا، لكن ما بيجي بيتدخل بعملها اليومي. بالضبط. لكن اذا كان الشركات العامه التقليديه اللي موجوده كانت في مصر قبل التاميم، هذه جزء منها، يعني حتى لها نظامها الخاص الدولة ما بتيجي تدخل فيها بشكل كامل. فبضل انه قانون العمل يعني الموظف في الشركات العامة في الشركات هذه، الموظف في صندوق الاستثمار لا يعتبر موظف دولة، هذا بتصل له، لا يعتبر موظف دولة. بمعنى اخر انه قانون العمل بيبقى في ظل تقسيم الخاص. جيد. زي ما حكينا قوانين بعض القوانين الثانية جزء من القانون الخاص، من قوانين المعاملات الإلكترونية، قوانين الملكية الفكرية، قوانين إثبات الإلكتروني. إلا إنه في المعاملات القانونية برضو يعني لازم نكون حذرين. ليش؟ لأنه إحنا إذا كان القانون هذا ينظم التوقيع الإلكتروني، إذا كان ينظم التوقيع الإلكتروني لأنه الدولة طرف في هذه العلاقة. يعني بمعنى آخر القوانين اللي بدخل في الحكومة الإلكترونية صعب إنك تضعها في كقوانين عامة أو قوانين خاصة. مش كتير، أنا بالنسبة لي مش كتير التفرقة مهمة في هذا الإطار، في إطار القوانين العلاقة بالإي government. طيب قبل ما نبدأ في موضوع إجراءات سنة التشريع في فلسطين، في أسئلة أو يعني في أسئلة كنت أنا مأجلها ومسألتها وطلبت بتأجيلها وما جاوبتها، سألت أسئلة.
طيب بس بالنسبه للحكم المحلي، الحكم المحلي الحكم المحلي بنظمه قانون، قانون اسمه قانون الهيئات المحليه لسنه 1997، ادخل عليه تعديلات، ادخل عليه تعديلات. بالنسبه للحكم المحلي كالتالي، الحكم المحلي منح البلديات استقلال مالي واداري، وبالنسبه للتشريع منح ايضا البلديات استقلاليه في وضع الأنظمة المختلفة المتعلقة بالبلديات. في حدود، في حدود، في حدود المهام التي تقوم بها البلديات، أو الحدود مش مهام، السيرفيس، الخدمات التي تقدمها البلديات. يعني بمعنى آخر في القانون، مش بذكر المادة بالضبط، لكن في تقريبا حوالي 19 خدمة تقدمها البلديات، من بينها المسالخ، تنظيم المسالخ على سبيل المثال، و من بينها جمع المنافيات، من بينها منح التراخيص، في 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 حوالي 19 ايش خدمه تقدمها البلديات. كل بلديه على حدة لها الحق ان تضع النظام الداخلي المتعلق بها في ما يتعلق بتلك الخدمه، وهذا نص صريح في داخل قانون الهيئات المحليه. عشان هيك بتلاقوا على سبيل المثال، وهذا شيء منطقي، وانا ضد انه يكون في بالنسبه للهيئات المحليه نظام موحد للمسالخ، لانه في مشروع قانون، مشروع نظام في داخل الوزاره، او نظام موحد لجمع المنافيات، يعني في لكل بلديه خصوصيه، يعني بمعنى اخر صعب انه اجي اضع نظام لبلديه كبيره زي نابلس والخليل واطبقه على بلديه صغيره على سبيل المثال مثل بير زيت، بير زيت بلدية، لكن صعب. بمعنى آخر في خصوصية للبلديات الكبيرة، في خصوصية مناطقية على سبيل المثال، عشان هيك يجب أنه يمنح كل بلدية حق أن تقوم بوضع الأنظمة الداخلية الخاصة فيها فيما يتعلق بالخدمات. هذه يحق لوزارة الحكم المحلي الإشراف على تلك العملية، بحيث ألا تتناقض تلك الأنظمة مع القانون سنة 1997 أو مع قوانين أخرى في داخل البلد. لكن على الأقل هناك استقلالية للحكم المحلي فيما يتعلق بوضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بعملها، وهناك استقلالية أيضا تنظيمية داخل البلدية. بمعنى آخر يجب على الدولة ألا تتدخل من ناحية تنظيمية في عمل البلديات إلا من ناحية الإشراف. في فرق ما بين الإشراف والوصاية، عندما في وصاية دول عربية في عندهم وصاية من الدولة على الحكم المحلي، إحنا ما عندنا وصاية، إن إحنا عندنا فقط إشراف من قبل الدولة على الهيئات المحلية التي تتمتع باستقلال مالي وإداري. طب أكيد رأيت في يعني حاليا بحاول الحكم المحلي، مش حاليا يعني من مده، ان يقوى على حساب الهيئات المحليه. بصور هذا سلبي، وفي عده انظمه صدرت او قوانين صدرت عن الحكم المحلي اللي بتركز العمل في الحكم المحلي، وهذا ايش بصور انا برايي انه سلبي وليس ايجابي. على كل ما هو وضعنا السياسي بأثر سلبا على كيف على عمل الهيئات المحليه. في عندي هذا صار زادت كثير عدد الهيئات المحليه، زاد عددهم كثير، صار اصغر تشبث سكاني سموه بلديه او مجلس قروي او وهذول ما في لهم موازنات، فبياخذوا كل استقلاليه، ما في استقلاليه ماليه، فهي كله بياخذوا حتى رواتبهم من الوزاره. هلا لما الوزاره فرضت سلطتها عليهم صارت تفرض السلطه برضه على البلديات الكبيره، شو هيك صار كونفليكت؟ بالضبط بالضبط. يعني بعرف، يعني انا شغلت على مشاريع لها علاقه بالحكم المحلي، بعرف بالضبط شو عماله بيحصل. على كل ان في هناك يعني توجه لدمج عمليه دمج المجالس البلديه او المجالس المحليه خاصه على مستوى القرى، مش ناجح كثير لحد الان، في صار يعني لكن مش ناجح كبير لحد الان. على كل ان في سياسه خاطئه على فكره بالنسبه لمنح، احنا في كثير مشاكل بين الوزاره واصله على مستويات، احنا في بيننا وبين الوزاره ضارب،
نحن لا نستجيب ولا وزارة الطاقة. بالضبط. وزارة الحكومة محلي مش قادر تفرض علينا ولا أي شو اللي بيلزمه طلبات الوزارة الطاقة. على شان بدناش ندخل بالتفاصيل عشان هيك بحكي لك انه في ان سلبيات وعدم فهم لدور الوزارات وفي عدم فهم لدور البلديات. يعني بمعنى اخر انت حكيتي بلدية زي الخليل او بلدية زي نابلس بلدية زي غزة على سبيل المثال او بلدية بلديات القديمة فهمة شو معنى الاستقلالية وعندها استقلال مالي وإداري. لكن بلديات الصغيرة الجديدة واللي فعلاً إنه بس بحاجة إلى مساحة مالية حتى تقوم بدورها وفي عدم فهم لشو دور المجلس. بمعنى آخر دور المنتخبين بيجوا منتخب لكن بيعرف شو دوره ما بيعرف دوره. بسلم الأمور للوزارة وبيجي بكل صغير وكبير بتصل في المدير العام أو وكيل الوزارة في لشان هيك بصير في تدخل. على كل هذا مسألة تانية بس اللي بدي أحكيه مستقبلا إنه إذا كان في هناك عملية إي سيرفيس هذه مسؤولية مش الدولة هذه مسؤولية البلدية. جيد ممكن يكون في هناك إشراف من الدولة على الموضوع لكن بكرة إذا بلدية نابلس بتعمل إي سيرفيس هي راح تتكفل بكافة المصاريف وبالإدارة الإي سيرفيس لأنه إشي له علاقة بالتنظيم العمل الداخلي داخل الإدارة وبالتالي ليس جزء من عمل الحكومة. طيب بكرة في أشياء لها علاقة بالإي سيرفيس إنه بدنا نضع عمليا بعض التعليمات بعض الأنظمة الداخلية أيضا هذه حسب القانون حسب فهمي للقانون هي جزء من عمل البلدية. لكن حتى إنه نصل لإي سيرفيس شو بدها البلدية تعمل خلينا نشوفها شوي مع باقي المحاضرات اللي إحنا راح نعطيها. ماشي الحال خلي هذا المثال دائما معنا. إذا بدنا نعمل إي سيرفيس في داخل البلدية شو المتطلبات القانونية؟ فهم شو قصدك دائما في داخل مؤسسات او في داخل خاصه في داخل المؤسسات الخاصه او المؤسسات شبه الحكوميه او اللي عندها الاستقلال مثلا او حتى الحكوميه يعني مثلا بيعملوا بيقولوا احنا من سن قانون خاص الكونتراكتس للموظفين انه تكون 6 مان عشان هيك جاي كثير من طيب انا فهمت قصدك معنا قانون عمل فلسطيني يعني انا بحكي لكم جامعه بيرزيت في لها نظام داخلي للموظفين. جامعه بيرزيت ماذا يطبق على جامعه بيرزيت؟ قانون العمل هو قانون العمل الذي يطبق على جامعه بيرزيت حاليا. على سبيل المثال بالنسبه لنهايه الخدمه قانون العمل بحكي عن كل سنه أنا بعطي شهر. جامعة بيرزيت نتيجة المفاوضات ما بين الموظفين وما بين الإدارة أجوا بيحكوا أول 15 سنة شهر بعدين 20 سنة شهر ونص بعدين شهرين ل 30 سنة. أوكي أي شيء لمصلحة العمال في النظام الداخلي في داخل المؤسسة يقر ويصبح على فكرة ملزم يعني معنى آخر بقدرش حتى الإدارة تتراجع عنه في مستقبلا إلا بمفاوضات. أما إذا كان النظام الداخلي ينتقص من حقوق العمال مقارنة مع القانون العمل فهذا لا يجوز إطلاقا. طبعا لا قبل انت فكره ذكرتيني بشيء مش كثير مهم شكرا ذكرتيني عليه. طيب انا حكيت تشريع تسمعوا في كلمه تشريع صح وبعدين من خلاله بجاوبك على السؤال تبعك.
تسمع بكلمة تشريع، شو بدخل تحت التشريع؟ يعني شو تفرعاته تشريع؟ تفرعاته أول شيء وبشكل هرمي، بشكل هرمي أوكي، أول شيء الدستور هو أعلى تشريع في الدولة، ويجب على كافة القوانين التي والأنظمة التي تصدر أن تتوافق مع الدستور. بمعنى آخر لا يجوز لقانون أن يتعارض مع نص دستوري، وإلا في حالة المعارضة، يعني إذا أجى قانون حتى لو صادر مجلس تشريعي وعارض نص دستوري، أستطيع أن ألجأ إلى المحكمة الدستورية وأطالب المحكمة الدستورية بإلغاء هذا القانون. عندنا إحنا إلغاء، في دول تانية بتجمد العمل فيه، تطلب من المجلس التشريعي أو البرلمان أنه يسن قانون جديد. لكن شوفي قديش درجة، في محكمة خاصة داخل الدولة اللي مسؤولة عن عدم معارضة القوانين والأنظمة والتشريعات كافة والأعمال، لا حتى 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 المراسيم الرئاسية والقرارات الحكومية للدستور. ماشي الحال؟ طيب بعد الدستور بيجي عند القانون. القانون دائما يعتمد من قبل مؤسسة تشريعية، من قبل ممثلي الشعب وهو البرلمان، احنا بنسميه احنا مجلس تشريعي. جيد، هذا هو القانون الذي يقرر زي ما حكينا من قبل مجلس تشريعي او من قبل البرلمان، وهذا هذا القانون. اللي بدي احكيه برجع لهون، ما بعرفش مين يسالني، في ظل غياب مجلس تشريعي زي ما احنا موجودين حاليا عندنا، او في ظل غياب برلمان، يمنح الرئيس اللي هو اعلى سلطه تنفيذيه حق اصدار قرارات بقوانين، في الاردن بسموها قوانين مؤقته. جيد، جيد، حق اصدار قرارات قوانين، قرارات بقوانين. هذه القرارات بقوانين اللي احنا بنسمع عنها لها قوه القانون، لكن يحق للمجلس التشريعي او البرلمان مستقبلا ان يراجعها، واما ان يقبلها او يرفضها. اذا رفضها تكون كانها لم تكن على الاطلاق. أول جلسة، أول جلسة. في سؤال. نعم. تم تنفيذه عليها أثرها. أول جلسة. أول جلسة محدد مدة زمنية ولا لا؟ يعني ممكن الجلسة تكون مستمرة أسبوع أسبوعين. في أول جلسة مو يوم تنعقد جلسة البرلمان، مش شرط إنه تنتهي في نفس اليوم. طبعا، لأنه أنت بتحكي يعني بمعنى آخر ممكن أن يناقشوا، المناقشة تأخذ من جلسة واحدة تأخذ 3 أسابيع 4 أسابيع، تمنوا يصلوا إلى قرار أنه هذا القانون بدنا إياه أو بدنا إياه. أو يعني ممكن أن يجي مجلس تشريعي ويحكي بديش أنا أحكي القانون بديش إياه نهائيا، ممكن أنه يقوم بتعديله. شايف؟ بمعنى آخر الرفض قد يكون مش رفض تام، رفض جزئي، هذا برجع لهم. يعني بالمراكز المالية أو الإدارية مقرر عليها القانون، هذا السؤال اللي سألني، سألني هون. هذه الآثار القانونية مترتبة على القانون تراجع، تراجع يعني ما يترتب على القانون تراجع في حالة رفضه، واللي بيقررها محكمة مختصة مش إدارة عامة. هذه الآثار قررها محكمة مختصة وليس الإدارة العامة. الإدارة العامة قد توافق، إذا أنت رحت على الإدارة العامة وعلى سبيل المثال قد توافق، وإذا ما وافقتش أنت بترجع للمحكمة والمحكمة تقدر المسألة، مش شرط في جميع الأحوال أن يتم الاستجابة لهذا الطلب. القرارات الإدارية تصل محصلة. نعم. القرارات الإدارية إذا رتبها القانون. يعني بمعنى آخر لا يتم إلغاء الآثار، لا يتم إلغاء الآثار بشكل أوتوماتيك. لا يتم إلغاء الآثار المترتبة على هذا القانون، قرار بقانون بشكل أوتوماتيكي، ولكن إذا كان في هناك إذا بيسموها شالنج يعني تحدي له بيرجع للمحكمة.